شركاء في مواجهة كورونا، عنوان المؤتمر الطبي الذي استضافته بلدية صيدا برعاية وحضور وزير الصحة الدكتور فراس أبيض الذي نظمته لجنة كورونا في صيدا والجوار. وشارك في افتتاح المؤتمر إلى جانب وزير الصحة أبيض النائبان أسامة سعد وعبد الرحمن البزري والسيدة بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، وبحضور ممثلين عن القطاعات الطبية والأجهزة الاستشفائية والصحية والتربوية والأمنية والأهلية ورؤساء بلديات. رئيس اللجنة الوطنية لكورونا النائب الدكتور عبد الرحمن البزري قال: نحن بحاجة إلى إعادة تأهيل دور منظمة الصحة العالمية حتى لا تصبح مثل مجلس الأمن تصدر القرارات ولا أحد يسأل عنها. وتطرق البزري إلى النجاح الذي حققه لبنان بالحد من جائحة كورونا وقال: فإذا نحن بلبنان نجحنا يجب أن نستمر، هذا الإطار هو جزء من نجاحنا في 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 أنشطة تانية صارت وطنية بمستوى المناطق يجب أن ندعمها، ولكن لن نكون نحن أنه أمامنا تحدي حقيقي. ما هو التحدي الحقيقي؟ نحن عندنا نسبة مناعة مجتمعية عالية بالقطاع وبالمرض، خلينا نزيد بمزيد من الإخبار على اللقاحات الجائحة الثالثة والرابعة. التحدي الأساسي يمكن ما فينا نوقف انتشار الفيروس، نحن بحاجة إلى الدورة الاقتصادية والسياحية والحياتية، ما فينا نوقفه، لكن حقيقة فينا نحد منه بزيادة مناعنا المجتمعية. نحن بحاجة نحافظ على الدورة الاقتصادية والتربوية حتى بكرة، وهي وجودي حتى بكرة ما يبانش هذا اللي فتحنا نظرية سكرنا مدرسة وفتحنا مدرسة وما قادرين في تربويين موجودين بيناتنا ومؤسسات تربوية، يجب أن تستمر الحياة كما هي، لا يجب أن تعطلها الكوفيد والكورونا. أما الوزير فراس أبيض أعلن عن خطة صحية للمستشفيات الحكومية أوائل شهر آب المقبل، كما كشف عن خطة لتفعيل دور المستشفى التركي في صيدا. بموضوع المستشفى التركي، واللي انا بعتبر ان هذا اكبر جريمه، المستشفى اللي كلف ما يزيد عن 22 مليون دولار وللاسف الشديد بعده لا زال منه مفتوح، نحن انا جيد نبلش بموضوع اللقاح في منتصف شهر ايلول باذن الله تعالى، حيفتح اقسام فيه، من اقسام الاشعه، من اقسام المختبر، من بعض العيادات، ومن ثم قسم الطوارئ، وهذه انا بتامل لافتتاح المستشفى ان شاء الله بفتره انا اتصور ما حتكون طويله، حنرجع نحن نفتح كل العيادات، يكون في هنالك مستشفى طوارئ وخاصه للحروق اللي مش بس ياخذوا منطقه صيدا بل ياخذوا منطقه الجنوب، منطقه الشوف، وحتى وصولا الى منطقه الكيروز. أما النائب أسامة سعد فأعرب عن أمله في أن لا تكون وزارة الصحة من ألد الأعداء للناس جراء عدم وجود سياسة صحية للحكومة، كما تحدث في المؤتمر بهي الحريري والمهندس السعودي اللذين أكدا على نجاح مواجهة كورونا في صيدا ومنطقتها بالشراكة مع مختلف الهيئات والبلديات. وتخلل المؤتمر نقاشات ومداخلات. من بلدية صيدا رئيف الملاح، صوت لبنان.